سعد الدودي بحكم تخصصك في انك فنان شعبي وانت واحد من اهم الفنانين الشعبيين في المغرب، غنعرض لك صحابك في الحرفه. مرحبا. وبغيت رايك كفنان عنده ذوق حتى هو، شكون اجمل صوت كيطربك في هاد الاسماء اللي غادي نوريك؟ واخا طبعا هما كلهم بدون ماشي محتاجينش رايي انا ولا رايك سي الدودي، هما كلهم عمالقه اكزاكتومون سميتهم فقط سابقينهم. ولكن فقط حنا مرحبا من اجل يعني نلعبوا هاد اللعبه. اذا سؤالي هو احسن صوت شعبي بالنسبه لسعد الله الدودي، واول جوج اختيارات هما الفنان رشيد المريني ونسيم حداد. نسيم حداد بجوجهم عزاز عليا وبجوجهم كتربطني معهم علاقه جميله، وكينوا لهم كل احترام وكل تقدير. غادي يسمح لي نسيم وغادي ناخذ رشيد. رشيد المريني. اذا الاختيار ديال سعد الله الدودي هو رشيد المريني اللي غيتنافس مع تطهر. وتطهر صاحبي بزاف ياك، غنخلق لك ازمه دبلوماسيه. لا لا ما شاء الله، عارفيني وما عارفيني بعيد على داك الشيء. انا كنقول لي كاين رشيد صاحبي وعزيز عليا وكيعجبني لو ستيل ديالو، ولكن غادي ناخذ طهور. اذا الاختيار ديال السي الداودي هو طهور على حساب السي المريني. خا نشوفوا واش طهور غيبقى كيقصنا حتى هو في الفنانين الشعبيين ولا لا. سلطان الطرب الشعبي الصنهاجي هو الاختيار الموالي. سعيد روحه مرحه وفنان ديال بصح، وتعلمنا منه، لان الوقت اللي جيت فيه انايا كان سعيد واصل هذيك الوقيته. يعني بقينا كنتعلموا منه وتعلمنا منه حويجات. غادي نختار سعيد الصنهاجي الله يحفظه ويطول عمره. اذا الفنان سعيد الصنهاجي هو الاختيار ديال سي عبد الله الداودي. مازالين مكملين، مازال ما ساليناش. انا موجود انا طبعا. الساتي ومن لا يعرفه. الساتي راه مدرسه كبيره. الاب الاب الروحي ديالكم. الروحي ديالنا، وما تقدرش تختار حتى شي واحد اكبر منه كما كنقولوا. هو المدرسه، هو المدرسه، هو المدرسه. هاد المدرسه مازال صوت واحد غيتنافس معاه حتى هو مدرسه. مرحبا. يلا نشاهدوا اخر منافس للسي الساتي هو حجيب. حجيب حجيب كتسمع عنده ديما كلمه مرحبا. هذيك مرحبا فيها بزاف ديال الحوايج. ولد الكبرى والدار كبيره وود الخير يعني، وبجوجهم عزاز عليهم. قدرت نقصي حتى شي واحد، ولكن غادي ناخذ صاحبي حجيب. حجيب اوه هذه مفاجاه. اذا حجيب هو الاختيار الاخير ديال سي عبد الله الداودي.